نحن الآن في فندق شروق البركة، ما شاء الله مكيف، هناك سبليت في كل غرفة، شاشة وثلاجة وخمسة أسرة، في غرف خمسة أسرة أربعة أسرة ما شاء الله، وحتى ممر بين ثلاثة السور، ثلاثة حتى ممر واسع جدا واسع جدا، ممكن تمر، لأن بعض الفنادق ما يوجد عندهم ممر. أهم شيء يدركون، يضعون حتى هنا ما شاء الله. هذا إيش اسمه؟ هذا مطبخ. مطبخ، والحمام واسع، حمام واسع، حمام واسع، تستطيع تتوضأ هنا وتتوضأ هنا. الماء موجود، صابونات موجودة، شامبو موجودة، فندق جيد، وسخانة الماء، وحتى هذا إيش اسمه، هذا للشعر إيش اسمه، فين عندكم؟ كيف؟ استشوار أها، استشوار استشوار. هكذا خريطة الفندق، هذا خريطة الدور.